السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في كتاب فقه السنة في الجزء الأول أو المجلد الأول وصلنا إلى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباح. خلي بالك زمان متفق معاك إن الفقه كل كلمة لها معنى وكل كلمة لازم لها دليل. فلما يقول يسن يعني دي سنة، لا هي واجب ولا هي مكروه ولا هي حرام ولا هي مباح، دي سنة لمن أراد أمرا من الأمور المباحة. الأمور اللي احنا هنستخير فيها مباحة، لا تبقى واجبة واستخير عليها ولا تبقى محرمة واستخير عليها. يعني ما ينفعش أستخير أصلي العشاء ولا لا؟ ليه ما ينفعش أستخير؟ لأن أنا مطالب بصلاة العشاء واجب. ولا ينفع أستخير إن أنا أزني ولا أسرق ولا لا؟ ليه؟ لأن أنا ممنوع من هذا الأمر يحرم علي. والتبس عليه وجه الخير فيه، مش قادر يحدد أمر مباح والأمور مش واضحة، لأن أمور غيبية والغيب بيد الله. أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، يا ما ينفعش بعد صلاة من الصلاة الخمس، مش ما ينفعش إن هو يعني، لا احنا بنتكلم عن صلاة الاستخارة عشان تبقى صليت صلاة الاستخارة. ولو كانت من السنن الراتبة، مش لازم إن ركعتين خاصتين بصلاة الاستخارة، ولكن ممكن بعد السنة صليت سنة المغرب دلوقتي وقمت جاي قايل دعاء الاستخارة بعدها وأنا ناوي إن أنا ندي صلاة مع السنة الاستخارة، يمشي. أو تحية المسجد يمشي. في أي وقت من الليل والنهار، أي وقت من الليل أو النهار ممكن تصليها. يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ما فيش فيها قرآن معين، الفاتحة قرآن وركعة الثانية الفاتحة قرآن. ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يعني المقصود بالأمور كلها اللي هي الأمور إيه؟ المباح. كما يعلمنا الصورة من القرآن، كما يعلمنا الصورة من القرآن. دي تفهم منها يا أخي إن أنا ألتزم بالدعاء ده، صح؟ كان معلوم كأنه صورة نص زي ما علوم القرآن بعلوم هذا الدعاء، يبقى نلتزمه لا أزيد فيه ولا أنقص منه. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، خلاص عايز أبدأ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. محل الدعاء ده إمتى؟ في خلاف، داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ وإذا كان داخل الصلاة في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه ومكان للدعاء، ولا قبل السلام مع الأدعية التي يتخير منها ما شاء، خلاص قبل السلام يقوم كده، أو بعد الصلاة؟ لعل الأظهر أنها بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة، خلاص صلى ركعتين ثم ليقل. اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستخيرك بعلمك
أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والغيب هو كل ما غاب عنك، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفنا عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، أي يسمي حاجته عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر، اللهم إن كان زواجي بفلان، أو سفري للمكان الفلاني، أو فتح للمحل كذا، أو إن أنا شارك فلان كذا، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي بفلان، أو سفر المكان الفلاني، أو مشاركة لفلان، أو فتح لمحل كذا، شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فابعده عني وابعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح في شيء في استحباب تكرارها. هل نصلى عدة مرات للموضوع الواحد؟ لم يرد شيء، لكن الوارد أنها مرة. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلبه الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. هو كده كده دماغه في البت دي، ومهما تقله، ومهما حصل في الاستخارة، ومهما شاف ان الامور متعقدة، هكمل يعني هكمل. دي ما تبقى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة: اختار لي يا رب، وبعدين اقدم على الامر. روحت لقيته مرحبوا بنا، اتفقنا، لقينا الحمد لله الامور كلها ميسرة، قلنا نعمل كتب الكتاب ولا شبكة ولا حاجة، الحمد لله ماشي الحال. والكلام احد يقول: والله انت خدت فلان دي ما شاء الله عليه، ده بنت طيبة، ده من ناس محترمين، ده اهل صلاة. كمل. يبقى دي الاستخارة، مش محتاجة انك انت ايه هتشوف رؤية في المنام ان هي جالك لابسة فستان ابيض وانت واخدها على فرس احمر ورايحين على مش عارف تقضوا في الهيلتون. لا، ما يحتاج منام ولا يحتاج شيء، بل بالعكس كلمة المنام دي يا جماعة قد يكون حديث نفس. انت بتفكر في الموضوع ودماغك شغال به، فتنام فتشوفه في رؤية فقولك بس ده ربنا بعت له البشارة، وهي كل ما في الموضوع ايه حديث نفس، انك قاعد تفكر زيادة في الموضوع. ثم ننتقل لمسألة وهي صلاة التسابيح او صلاة التسبيح. صلاة التسبيح او التسابيح. عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته.
عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتعد إيه؟ 15. ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. دول 7 حاجات، مع القراءة قائم، مع الركوع، مع الرفع، مع السجود، جلسة التشهد بين السجدتين، السجدة الثانية، أدي كل واحدة 10 ما عدا الأولانية ليه 15. ماشي؟ بقول لك إيه بقى؟ تفعل ذلك في 4 ركعات، 4 × 75 يبقى 300. وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث في أسانيده ضعف واختلافات، حسن بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني، ولكن كثير من أهل العلم ضعفه، ولعل هذا هو الصحيح. وإحنا زي ما إحنا متفقين بنتعبد الله عز وجل بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة جميلة، صلاة فيها ذكر، صلاة فيها أجر عظيم جدا. طب ما نعملها يعني إيه؟ عايز تعملها من باب إن فيها ذكر لله ماشي، ولكن يعني ما أعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر أهل العلم على تضعيفه، أكثر أهل العلم على تضعيفها. فيها في السند واحد اسمه موسى بن عبد العزيز وهو سيء الحفظ، وقد أعل أيضا بالإمسال، وروايات الأخرى كذلك فيها إعلال بما جعل الحديث لا يرتقي لدرجة الحسن ولو لغيره. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمه الله. ده كلام الحافظ. وقال ابن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. ولعل ما قلناه هو الأرجح والله أعلم. لو لقيت حد بيصليها يرى أن الحديث صحيح كما حسنه بعض أهل العلم، خلاص الأمر يا جماعة اللي فيه خلاف ما يبقاش فيه نقد وإيه خلاف. نأتي لصلاة الحاجة. صلاة الحاجة الأحاديث ضعيفة بخصوصها، لكن كعموميات تقتضي أن الصلاة والدعاء فيها وبعدها من المستحبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ممكن نأخذها من هذا الباب، ممكن نحسنها من هذا الباب، إنهم كانوا يسابعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وما فيش أفضل من الصلاة. إن عند أحمد بسند ضعفه الشيخ مصطفى عليه الله يحفظه ويبارك فيه وفيك وفي جميع المسلمين، صححه بعض أهل العلم أن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء، توضأ وتوضأ وضوء حلو كده، ثم صلى ركعتين يتمهما، ثم صلى ركعتين يتمهما، صلاة حلوة كده،
أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا، يبقى خلاص هتاخد، إن ما خدتش دلوقتي هتاخده بعدين. دي صلاة الحج. صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا، ربنا يتوب علينا ويتوب على كل عاصي مذنب يا رب، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سبحانه، ده يرجعنا لاسم الله إيه؟ الرفيق. ما احنا لسه عايشين فيهم الرفيق. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار إيه؟ خالدين فيه. الآية بتاع صوت آل عمران. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم، واختلف هل الحديث مرفوع ولا موقوف، ولكن كصلاة موجودة، ويقول إيه؟ تصلي وتستغفر ربنا. والطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له. ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. اللهم من الأبواب المهمة جدا اللي تشغل نفسك بها وتاخد حيز من تفكيرك، حتى دايما كده ربنا بيربطك بها، حتى مع العبادات حتى مع الدعاء، انك تسأل الله ان يغفر لك، ان يعفو عنك، ان يتوب عليك، ان يسامحك. صلى الله ان يحقق لنا كل ذلك. صلاة الكسوف صلاة خاصة، صلاة في وقت اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة. الأفضل يعني لو صلى الفرد في المسجد أفضل، في البيت يمشي، وإن كانت الجماعة ليس شرطا فيها، مش لازم أنها تكون في جماعة. زي إيه لازم تكون في جماعة؟ الجمعة. أنا لو ما صليتش الجمعة جماعة هصلي إيه؟ أربع ركعات. وينادى لها، كل الصلاة ينادى لها بالأذان، الصلاة الخامس المفروض. أما دي أو صلاة سنة ملهاش نداء، لكن دي لها نداء. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، زي ما بتصلي ركعتين بس تزود ركوع بتلوى تاني. بس أدخل أصلي أكبر بعد ما الاستعاذة الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، أقرأ الفاتحة وبعدين أقرأ القرآن، أما انتهي أركع، وبعد ما أركع أرفع، بعد ما أرفع كان الطبيعي أن أنا أسجد، لا أرجع تاني أقرأ بفاتحة وقرآن ثم أركع ثم أرفع ثم أسجد بس، وركعة الثانية مثلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وثبت الاثنين للاثنين. ممكن تقول خسوف القمر أو كسوف القمر، خسوف الشمس أو كسوف الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة،
ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هو أدنى من القراء، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين، لأن ركعة فيها سجدتين، وكانت الركعة فيها ركوع، احنا خلنا ايه؟ 2. ليه يا جماعة؟ فعل النبي، ايه الحكمة؟ الله أعلم. أنا مش مطالب بالحكمة، أنا مطالب بالاتباع. ليه المغرب 3 ركعات؟ الله أعلم. طلعت لنا بعض الفوائد ولا طلعتش؟ ما جاش حاجة. يعني مثلا لو جه الدكتور الوقت وقال إن الصلاة مليئة بالأضرار وقعد حد يصلي، هنسمع كلامه؟ أبدا. طب لو قال لك إن الصلاة بتضرك أنت لوحدك، أعمل إيه؟ أشوف إيه اللي بيضرني، القيام أصلي من جلوس، الجلوس أصلي على جنب، قال لي لو وقفت تصلي هتموت، ما تقفش لا للصلاة ولا غير الصلاة، أقول لازم أقف الصلاة لو هموت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل حسب القدر والاستطاعة. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، صلى صلاة طويلة، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. قال البخاري ومسلم. وروي أيضا عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. قال ابن عبد البر هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب اللي احنا قلناهم دول. وقال ابن القيم السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، يعني في كل ركعة. والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، لحديث النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، ولكن حديث ده في ضعف. قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، خلي بالك من دي، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن، ويجوز الجهر بالقراءة والإصرار بها، ويجوز الجهر بالقراءة والإصرار بها، إلا أن البخاري قال الجهر أصح، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، يعني واحد قام والصلاة خلصت أو هو في مكان ما ينفعش يروح المسجد أو أي سبب من الأسباب، يصلي ولا ما يصليش؟ إذا انجلت خلاص وقتها خلص، إنما لو زال الخسوف والكسوف موجود يصلي. وصلاة خسوف القمر مثل كسوف الشمس، دي ركعتين بنفس الصورة، دي ركعتين بنفس الصورة.
قال الحسن البصري: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسلم. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. يعني أحد يعجز في ذكر الله: الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، شيء من الصدقة مع الصلاة مع مثل هذه الأمم. وروي يعني البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائي واستغفاري. ثم تأتي صلاة الاستسقاء، وأنا قلت لك الألف والسين والتاء تأتي للطلب، يعني مثلا هنا استسقى يعني طلب السقيا، طلب الماء، فسمي الصلاة الاستسقاء لأن احنا بنطلب من ربنا الماء، طلب سقيا الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية: الأول أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت، طبعا غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها، فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، يبقى لابس زي العباية كده أو جاكيت أو حاجة أو بلطو، ويقوم إيه؟ قالوا حاجة من الاتنين، يقلبوا يعني يخلي اللي جوه بره واللي بره جوه يلبسوا عادي، أو يلبسوا بإيه؟ بدل ما يلبسوا من ظهره كده يلبسوا من إيه؟ من وجه، من أمام، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، ويستقبلوا القبلة. الجميع بقى طبعا الإمام كلهم يلفوا إيه؟ باتجاه القبلة، ويدعو الله رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. فعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة صحاح الترمذي وابو عوانة وابن حبان، والشيخ العدوي ضعف إبوي. وعن عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. الاستسقى مش في المسجد بقى، ده يطلع إيه؟ يطلع بره في مكان صلاة العيد. فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى. رعدت يعني متى يا جماعة؟ رعد اللي هو يعني ها؟ هو رعد ايه يعني؟ الصور. طب والبرق؟ الضوء.
فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، قال بكن نفسه من كتر المطر، ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله على النبي محمد. وهذا إسناد حسن. يبقى دي الصورة الأولى لصلاة الاستسقاء، ركعتين وخطبة. الصورة الثانية أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعاء، لما روى البخاري ومسلم عن شريك أن أنسا عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يعني السماء كلها صافية، ما فيش فيها إيه؟ سحب جايبة المطر، قزعة يعني سحابة صغيرة، وسلع اللي هو جبل. فلغاية المسافة دي كلها الجو صافي وشايفين كل حاجة واضح. يقول: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. خلي الموضوع ده أسبوع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت الشمس وخرجنا نمشي في الشمس. هذا حديث صحيح، بقول حوالينا لا علينا، تبقى شيء علينا مباشر كده، هتضربنا هلك الأموال وانقطعت السبل، وعلى ايه كمان؟ الآكام، الآكام والضراب اللي هي جبال كومة كده، فلما تنزل في المياه تتجمع ونستفيد منه، وبطون الأودية المكان اللي ايه المخصص للمي، ومنابت الشجر. يبقى دي الصورة الثانية. الصورة الأولى صلاة وخطبة، الصورة الثانية دعاء في الجمعة، الصورة الثالثة أن يدعو دعاء مجردا في يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه، لما رواه ابن ماجه وأبو عوان أن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطو لهم فحل. فصعد نسلم المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا طبق غدق عاجلا غير رائث. ثم نزل، يعني طلع دعوا نزل، فلم يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. كل اللي جاي من الجهادي والجهادي والجهادي يقولوا إيه؟ ربنا أحيانا بالمطر، عشان كده بيسموا المطر بالحياة، الحياة، ربنا يحفظ ويديم نهر النيل. انت ما تحسش بالكلام ده، يحس بقى اللي ايه اللي محروم من المي، يعرف يعني ايه قيمه المي. ناس لما تنزل امطار حتى لو زادت ويعني عملت لهم ازعاج، ولا مثلا هدمت اشياء، او يعني السقف يخرج ميه والاثاث والحاجات، تلاقيهم يقعدوا يبايكوا البعض على المطر، يقول لك: مبروك عليك المطر، مبارك المطر، حتى يقول لك: مبارك الحياه أو الحياة، الخير، مبارك الخير. وعن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرورة: يا كعب، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسق الله لمضر، قبيلة مضر، اطلب المياه المهم. فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله،
استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. فأجيبه. فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر. خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله تبارك وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبعض أدعية وردت في ذلك، مثل إنه كان يقول مثل ما قلنا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مبيعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء، يعني الشدة والجهد والضنج، ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. وكذلك: اللهم جللنا سحبا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطع سجلا يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك: اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. في أحاديث كثيرة، منها ما هو ثابت ومنها هو ضعيف، لكن كلام طيب يدعى الله تبارك وتعالى به. نقف عند سجود التلاوة عشان خاطر نخلي بعد الصلاة إن شاء الله قراءة من رياض الصالحين. جزاكم الله خيراً.